مع تزايد أعداد السكان في مديرية دوعن في محافظة حضرموت تبرز تحديات ومعوقات في القطاع الصحي، فعدد السكان الذي يتجاوز 50,000 نسمة يجبر البعض منهم إلى قطع مسافات طويلة للعلاج خارج المديرية. فعجز الحكومة عن توفير أبسط الاحتياجات في جانب القطاع الصحي دفع منظمات المجتمع المدني لسد هذا الاحتياج، فمستشفى مقيبل بدوعن الذي يعد من أقدم المستشفيات في المديرية افتتح قسم تأهيل الطوارئ، كما جرى تزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة إضافة إلى الأثاث. طبعا إعادة تأهيل قسم الطوارئ ضمن خطة في إعادة تأهيل الطوارئ في عدة مستشفيات. الخدمات الطوارئ هي مهمة جدا بالنسبة للمرضى، سواء كان في جانب تدريب الكادر أو إعادة تأهيل مباني وتجهيزات أو أدوية للمرضى. جاءت هذه الخطوة بعد معاناة طويلة شهدتها المديرية نتيجة قصور حادم المستشفى خصوصا في قسم الطوارئ جراء قلة الإمكانات المادية. كانت الطوارئ متهالكة، وأدى هذا التدخل إلى تطويرها وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والعمل من شان الدكاترة يدوم بشكل أفضل وأفضل. ليس هذا المرفق الصحي الوحيد الذي يعاني من نقص في الخدمات، فهناك مستشفيات ومراكز أخرى في حضرموت تشهد تدهورا ملحوظا وتعاني من نقص في الكادر الطبي المتخصص وغياب الأجسام كالمختبرات النوعية، بالإضافة إلى قلة تأهيل الممرضين والممرضات، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى. تغطي منظمات المجتمع المدني العجز الكبير للقطاع الحكومي في الجانب الصحي من خلال توفير إمكانيات تساعد بالرقي بالواقع الصحي في حضرموت. حداد سعد، قناة بلقيس، دوعن.